اليوم أريدكم تتفاعلوا معي، أريد أشوف يديكم مرتفعة فوق. من منكم رجع بيته إلا ويحس إنه يبي يطلع مرة ثانية؟ كيف؟ أيوة، من منكم يفضل إنه يقعد في بيت حد ثاني؟ كيف؟ من منكم يحب إنه يقعد في المقهى مع رباعته لين صار وقت النوم؟ من منكم جالس بصالته صالة بيته إلا ويحس عمره إنه راح غرفة النوم لأنه متملل وما يحس بالانتماء؟ كيف؟ أيوة، صراحة أني معكم، بيتنا حن أكون صريحة معكم جميل جدا، لكن غرفتي للأسف وردية مال قبل 15 سنة. أريدكم تتخيلوا معي بيت فيه كل احتياجاتكم، بيت مكان يعطيكم الاسترخاء والاستمتاع والتأمل، مكان تتلذذوا فيه قهوتكم على إطلالة الحديقة الجميلة. لكن هيش أهم شيء، الحديقة تكون مظللة تكون تستخدموها في الصيف. بعد مسؤولية المعماريين إن نصمم بيوت لكم أنتم. تغيرت الأوقات، البيت ما صار غرفة نوم مجلس وصالة، المتطلبات توسعت، في شيء صار، حدث أثر علينا، كوفيد أدى إلى توعية الناس لاحتياجاتهم في المنزل وإيش هي استخداماتهم في هذه المساحات. إذن علينا أن نواكب هذا التغيير. ليش؟ لأن أنسنة المكان. كيف ممكن أن نعزز أنسنة المكان؟ هناك الكثير من النظريات، منها البايوفيليا والديمومة والفنكشوي والغاية وغير ذلك، وتتمحور كل هذه النظريات على ثلاث مفاهيم: البيئة، الصحة، والروح. إذا اكتملت هذه المفاهيم الثلاثة في المساحات المعمارية، إذن أنت تشعر بالانتماء، مكان تحس فيه بالراحة والأمان. إذن علينا أن نواكب هذا التغيير لأنسنة المكان. كيف ممكن أن احنا نعزز أنسنة المكان في المساحات المعمارية، أو ما هي المعايير؟ أولاً خلونا نبدأ في البيئة. نحتاج أن نحس بالطاقة وأن نكون من الحديقة، يعني من الطبيعة يعني. فإيش اللي المفروض نسويه؟ البيت لازم يلائم الطبيعة اللي حوله. والشمس، إيش أحسن من الشمس إنها تدخل بيتك والهواء الطلق؟ إذن النوافذ أماكنها وحجمها جدا مهم في التصميم المعماري. ثانيا الصحة، نحتاج للتفاعل. إذن نصمم مساحات تعزز من هذا التفاعل، مساحات متصلة مع بعض. ليش؟ لكي نتفاعل مع أهل البيت. ثالثا الروح، نحتاج أن نشعر بالسعادة. إذن إيش؟ نستخدم الألوان والمواد الطبيعية اللي تحسسنا بهذا الشيء. وأكيد أنا أعرف أن أنتم كلكم تعرفوا أن بعض الألوان لها عائد على المزاج، مثل اللون الأزرق، الأخضر، الأصفر. وممكن بعد أن نحتاج للشعور بالانشراح والراحة. إذن نخلق مساحات واسعة تشعرنا بالعظمة أو تشعرنا بالفخامة، ومساحات ثانية نصممها تكون صغيرة تشعرنا بالدفء والحنية. إذا تلاحظوا كل هذه المفاهيم الثلاث
متصلة مع بعض. إذا أنت كنت متصل بالبيئة إذا أصبحت صحي، وإذا تواجدت هذه المفاهيم إذا هي غذاء للروح وتشعر بالانتماء، إذا حققنا أنسنة المكان. إذا بيتكم، أنا بقول لكم شيء، ترى أنسنة المكان شيء ما بصعب أبداً أن نحققه. إذا بيتكم من بني خلاص قدروا أنكم تشتغلوا على الأشياء اللي ذكرناها، لكن إذا بيتكم بعد ما بمبناي وتفكروا أنكم تخططوا بيت، خلونا نشوف كيف ممكن أن إحنا نصمم من البداية تصميم صحيح مع المعماري. هذا بيت، وأكيد كلكم تشوفوا أن ذا البيت متكرر في كل مكان، مكعب. أنا أعطيه صراحة نجمة واحدة، حتى ولو كانت فيه المساحات أو كانت فيه المفاهيم اللي ذكرناها قبل، بعد نجمة واحدة. وحتى ولو كانت فيه البلكونات أو الزينة، أعطيه نجمتين. أصلاً بقولكم شيء، إيش فائدة البلكونة ذي؟ لا فيها خصوصية، وأني متأكدة أنكم تستعملوها، والشمس تدقكم، إيش الفائدة؟ خلينا نشوف إيش البيت اللي هو ثلاث نجوم. لو تلاحظوا أن النوافذ دخلت في هذا المكعب، في تشكيلة هذه العمارة، إذا إيش؟ حققنا أن الشمس ما تضربنا مباشرة، لكن نستفيد من الإضاءة الطبيعية. إيش البيت اللي هو أربع نجوم؟ البلكونة راحت اللي ما نستخدمها، وصارت من ضمن هيئة العمارة. وإيش استفدنا؟ مكان فيه خصوصية ومظلل، ومليون بالمية بتستعملوه وبتستمتعوا فيه. أباكم تدققوا في المساحة الرصاصية اللي وراء. كلكم عندكم مساحات وراء بيوتكم تستمتعوا فيها، لكن إيش يصير لو غيرنا العمارة؟ صارت عندكم هذه المساحة. على فكرة بقولكم شيء، الأرض نفس المساحة، البيت نفس البنية، نفس مساحة البناء، ما تغير شيء، لكن غيرنا تفكيرنا في تكوين هذه العمارة. إذا أنت صارت عندك مساحة فيها خصوصية، ومثل ما تعرفوا إحنا نريد الخصوصية، وغير كذي بشكل هذه العمارة حققنا اللي هي مكان مظلل نقدر نستمتع فيه في الشتاء في الصيف. هذا هو الهدف من العمارة الجيدة. الحين هذه المساحة الجديدة، تخيلوا معي لو كانت حديقة تستمتعوا فيها، تشربوا قهوتكم، تستانسوا. وغير كذي لو تلاحظوا الغرفة اللي على اليسار كانت دريشة واحدة، الحين صارت فيها دريشتين، دخلت الشمس، حسيت بشعور حلو، صارت عندكم إطلالات أكثر على الحديقة. العمارة لا محدودة، وبقولكم شيء، هذا ما هو الحل الوحيد. في الحل، هذا الحل السي شيب احنا نسميه، في الاي شيب، في الاتش شيب، في عدة أشياء ممكن تدخل شيء، تطلع شيء، تزيد شيء. هنا يكون التصميم وتأثيره. إذا إيش بيصير لو إحنا زدنا من احتياجاتكم أنتوا، من متطلباتكم أنتوا؟ تخيلوا هذه المساحة أنتوا بغيتوا تزيدوا فيها مثلاً الزينة، الظلال الخشبية أو شيء كذي، صار مكان تحسوا أنكم تنتموا له، مكان لكم، مكان مميز. بالتالي إيش؟ حققنا أنسنة المكان، وهذا هو الهدف من العمارة. البيت يعني بلا حدود ومرن، صح؟ أنا بقولكم شيء عن سالفة مرن. العمارة الصحيحة إذا كان يعني البيت مرن من البداية، وفكرنا أن نخطط بالطريقة الصحيحة، أنتم ممكن في المستقبل تزيدوا شيء، تنقصوا شيء، ويطلع شكله مرقع. فهذه العمارة، بيت مرن
بلا حدود. العمارة روح معطاء تلبي احتياجاتكم وتسير معكم في مسيرة حياتكم. شكراً.